بالغ عليكم ثمانية لاباس عليكم العائلة الفاميلة. المهم انا غادي نوايا صباح النور بعدا اش كتعاودوا لاباس. المهم حنا غنمشيو دابا للسويسي ونشوفوا شنو عندها عاوتاني، حيت هي راه البارح لان البارح خصها تكون بان والدة، ولكن دابا البارح ما وقع لها والو، ما كاين لا مرض لا والو، ما جات لا وجع لا والو. المهم حتى تما ويحل الله حنا نشوفوا معاكم تما خوتي. انتما كتشوفوا حنا وصلنا دابا للسويسي، المهم حنا ندخلوا نشوفوا شنو غترد عليا ايا. المهم خوتي ايا هي خرجات، ما قالوا لي ثاني والو، هاكي خربقوا الاطباء هنايا وصافي. انت قالوا لي الخوت مقبله عندك البنت باقي عندها الماء وصافي، قالت لي وصافي سيري حتى طرطق لك السقيه ويشدك الوجع وديك الساعه. الهضره اللي تخربق، الهضره اللي قالوا لها المره الاولى كيعاودوا يقولوا لها، المره اللي كيعاودوا يقولوا لها تخربق وصافي ما كاين والو. المهم من الاخر الخوت خاص هادو البينغا، خاصهم البينغا. ما عندكش البينغا هزك الماء وضربك الضو، هادشي اللي كاين الخوت. وايا دابا حاليا هي دابا غادي نرجعوا ثاني للدار ونتمنوا تكون شي حاجه مزيانه. هادشي كنتمنوا الخوت، انا مغنى شي حاجه تدوز خايبه وكذا، والغالب الله الناس هادو ما بغاوش يديروا معاها شي حاجه اللي مزيان. شنو تقول لهم ايا اخر هضره؟ ما عندي ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل وصافي. كتفلاو على عباد الله هنايا وصافي. السي دابا يعني فات النهار ديالها بيومين، دابا باش فات ياك يومين قالوا لي نهار 15 تولد، نهار 15 قالوا لي غادا تولد، ها 15 دازت ومازال ما داروا معاها والو. فين ما كنجيبها حقا ما حقا سيتا ترطق لك السقيات وتقياتها هي اصلا تقياتها، يعني راه فات النهار ديالها، يعني خصهم يدقوا لها هذيك البرا ديال الوجع، باش شدها الوجع ما تقول لها لا برا لا والو، خلاوها غا هكاك وصافي. حشومه كاع والله الا حشومه. المهم دابا قالت لي غادي نمشيو للدار حتى يشد الوجع نيت نيت عاد نرجعو عندهم. هادشي اللي كاين خويا، حنا كنتسناو دابا في الطوبيس يجي باش نمشيو للعين عتيق لإقامة مروة، يعني لدارنا ونريحو فيها. المهم باش ما كان غادي نرد عليكم باش ما كان. المهم تنوصلو نكونو غاديين في الطوبيس الثاني ونوريكم راه حنا غاديين في الطوبيس، وباش ما كان فين غنوصلو ديك الساعة فين غنمشيو للدار غادي نكملو الهضرة ديالنا الخوت. المهم خوتي انتوما كتشوفونا حنا دابا في الطوبيس، حنا في الطوبيس دابا كتشوفونا هيا هيا. المهم نوصلو للدار ان شاء الله ونكملو معاكم هاد الفيديو هذا. دوك الناس ما داروا معنا والو في السويسي، انا السيدة راه تقيات المرورة من فمها، تقيات من فمها، وهما كيقولوا لها سيري تطرطق لك السقية، وباقي كيهضروا كيقولوا شي هضرة خاوية. المهم ما عليناش، دابا غادي تنوصلوا تما باش ما كنرد عليكم الخوت ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناه هو الخوت. المهم ما عليناش دابا، خليوها على الله وكمال على الله ان شاء الله. خوتي حنا وصلنا دابا لجهه الاقامه ديال مروه في الدار ديالنا. المهم بغيت نوريكم هاد الورقه، عطاوها الايه هاي تفلو على سيري حقا ما حقا، سيري بسمي هاد الورقه هادي وجيبي فوتوكوبي لاكارت باش نشوفو مالك، سيري خلصي باش نشوفو مالك في الاخر، باش يقولوا ليها برا طلقات ليها السقيه راه قربتي تولدي. شو تخربيق كيفاش داير كيتفلو على عباد الله؟ باش تقول راه محلوله للوالده، شو تخربيق كيفاش داير كيتفلو على عباد الله هكا؟ حشومه والله الا حشومه بالله. دابا هي دابا هي كاينه معايا. المهم هادشي اللي قلت لكم اخوت هو اللي كاين. المهم حنا دابا غادي للدار، تنوصلو للدار ونكملو لكم الهضره اللي كاينه هي ايا انتما كتشوفوا فيها. غنوصلو للدار ونكمل لكم الخوت شنو كاين. خوتي حنا وصلنا دابا، حنا ندخلو دابا للدار باش ما كان غادي نقول لكم شنو كاين. الموطور خليته هنايا غيتشمش كاع بزاف، خصنا ندوزو لهاد الجهة. وانتما شوفوا الحالة اللي فيها ايا انتما الخوت، سخفانة واش نديرو، مشكلة هادي والله، هنا مشكلة هادي. المهم يلا خليكم على الفيديو الخوت. المهم خوتكم شفتو كلشي على عينكم، دابا وصلنا الدار مشات تنعس ثاني راه عيانه الخوت، راكم شفتو كلشي على عينكم، يعني بلا ما نحتاج نبقى نعاود لكم شفتو كلشي على عينكم.
ديناها ديما كنديوها كنجيبوها كنديوها كنجيبوها. شنو الهضره كيقولوا لك؟ يقولوا لها حقه ما حقه سيري تطرطق لك السقيه. وهي السقيه هي راه داك الماء كانت تقيات وخرج لها من فمها. قالت لهم برا داك الماء تقيت وخرج لي من فمي. ورغم ذلك يقول لها سيري حتى يشدك الوجع عاوتاني وجي. اش من وجع راه عاود يشدها؟ راه كاين النوع اللي ما كيجيش ليه الوجع، يعني كيجي الوجع بارد، ما كيجيش داك الوجع اللي غيضرو. خاصها دابا هي دابا ثلاثه المرات حنا كنديها عند الاطباء. اش كيقولوا لها؟ كندير لها التلفازه. شنو كيقولوا لها؟ كيقولوا لها حقا ما حقا راه نهار 15 غادا تولدي، وكل شيء كيقول لها الماكسيموم نهار 15 راكي غادا تولدي. ودابا ديناها، ودابا راه البارح كانت 15 ماشي اليوم، البارح كانت 15 اليوم 16. ديناها اليوم ثاني السويسي، كان البارح شد الوجع، ديناها اليوم ثاني السويسي حقا ما حقا. شنو قالوا لها؟ قالوا لها عطاو واحد الورقه، راني وريتها لكم، عطاو هذيك الورقه قالوا لها هذه غتمشي تبسمي عليها والطبيب. والسيده قربت تموت، السيده خصها تولد وما بالك على هكذا ورقه سيري طبيعي ما طبيعي، جيبي لينا سيري خلصي عليها ب 70 درهم باش تجيبي لنا باش نشوفوا، باش يقولوا لها حقا ما حقا، يدخلوها باش يقولوا لها حقا ما حقا راه باقي سيري تشدك الوجع. مشيو نخلصوا هنا ورقه ب 70 درهم. راه عرفنا حنا الوجع ما فيهاش، الوجع راه ما فيهاش، الوجع فيها بارد. دابا حنا المشكله بغينا نعرفوا واش غتولد عاديه، يعني واش غتولد عاديه ولا غتولد سيزاريان، هذا هو اللي خصنا حنا نعرفوا. باقي ما عطاونا والو، باقي كيجرجروا فينا وحنا ساكنين في عين عتيق في الرباط. عين عتيق، اش قرب عين عتيق اخوتي جيت إقامة مروة حتى للسويسي ديال الرباط، غنبقاو حنا جايين غاديين جايين غير واش كنلعبو قشقاش؟ راه ما لعبناش حنا قشقاش، راه كنقولو على شي حاجة اللي واقعية. مرضونا الخوت أقسم بالله، أنا مريح في قهوة تما كنتسنى فيها، والله إلا القهوة كاملة عامرها بالأطباء الخوت، ديك القهوة عامرة كاملة غير بالأطباء، بلان ما شاد التليفون ها ها ها. كل 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 طبلة عامرين فيها خمسة ستة، ها خمسة دريات، ها خمسة دراريس، والقهوة كاملة عامرة، وما عرفتش كيديروا تما الداخل ما عرفتش أنا اش كيديروا دوك الأطباء، الله أعلم شنو كيديروا. حسبي الله ونعم الوكيل، اش غنقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. المهم ما عليناش الخوت، نسوا علينا هذا الموضوع. المهم حنايا دابا حاليا الناس كيسولوا أيا واش ولدتي واش خوتي، حنا راه دابا حاليا راه حتى حنا بحالنا بحالكم، راه قالوا لنا الاولين الاطباء الاولين اللي كنا فين، كنا في اكادير ومن كنا في الجديده ومن كنا هنا، قالوا لنا نهار 15 راه غتولد. 15 البارح ما ولدات، ما شدا وجع، ما والو. انتم كتشوفوا حاليا ثاني راه ما شدا لا وجع لا والو، غير البارح بالليل شدا واحد لاكريز تزيرات، مشينا دينا اليوم ديك الهضره اللي قالنا، راه قلتها لكم الخوت، هذا الشيء اللي كاين الخوت هذا النهار هذا. المهم يكون شي حاجه اخرى ان شاء الله غادي نعاود لكم، ونتمنوا تولد اقرب وقت وتولد عاديه. هادشي اللي كنتمناو الخوت، وتحياتي ليكم، معكم سفيان ونتشاء.